للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد جرار، أستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية من طول كرم. صباح الخير أستاذ محمد. صباح النور. نعم، كيف تنظرون لموضوع الاقتحام المتكرر لحرم جامعة فلسطين التقنية خضوري في طول كرم؟ أولي صباح الخير لك، صباح الخير لجميع المستمعين. صباح. طبعا قوات الاحتلال تسعى دائما لتدمير هذا الصرح العلمي الكبير والمكتسب الوطني أهل طول كرم والمحافظة ومنطقة الشمال. قوات الاحتلال تسعى لاستفزاز الطلبة وجرهم الانتفاض وإلقاء الحجارة من حول الأسوار إلى تدمير جامعة خضوري. دكتور، هناك مناشدات ومطالبات بخصوص عدم إعطاء مبررات للاحتلال، والاحتلال بكل تأكيد لا يعني ليس بحاجة إلى مبررات للاقتحامات والإعدامات الميدانية وما إلى ذلك، ولكن موضوع اقتحامات الجامعة والحديث يدور عن يعني توصل لصيغة تفاهم وطني في المحافظة على آلية التصدي لجنود الاحتلال ضمن مسيرات شعبية سلمية بالتزامن مع الهبة الشعبية في مختلف أنحاء الوطن. دور الجامعة في هذا المجال أو هذا خصوص. والله شوف، بالنسبة للجامعة يعني ممكن الجامعة تكون من في وضع صعب، لكن المطلوب من جميع الفصائل يعني الفصائل العمل الوطني والقوى الإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظة في ضبط الحالة وضبط الإيقاع داخل الجامعة ومساندة ومؤازرة إدارة الجامعة التي تتحمل عبء كما غيرها في هذا الموضوع. يجب مساندة إدارة الجامعة على القدرة يعني تعزيز قدرتها على اتخاذ القرارات اللي تمكنها من ضبط الإيقاع داخل الجامعة. المفروض جامعاتنا هي منطلق العمل الوطني، هي البداية وليست النهاية. يعني يجب أن تكون المظاهرات أو العمل الشعبي أو الهب الشعبي منطلقها الجامعة وليس نهايتها الجامعة. إحنا في وضع حساس على الحدود. دكتور أو أستاذ محمد، كيف يعني أثر أو أثرت الاقتحامات المتتالية خلال الفترة الأخيرة موضوع سير العملية التعليمية في الجامعة؟ العملية التعليمية في الجامعة شبه متعطلة، لكن امبارح حاولوا الطلاب بالتعاون مع الإدارة والكادر الأكاديمي استمرار سير العملية التدريسية رغم دخول القوات الاحتلال على حدودها وإطلاق النار وإطلاق الدموع داخل الجامعة. فأنت لاحظ أو تخيل عملية تعليمية الطلبة داخل المحاضرات والقوات الاحتلال تتجول داخل الجامعة. هذا مش وضع طبيعي ولا وضع الجامعة سينهار إذا استمر الحال على ما هو. يجب أن تكون الهبة الشعبية والقوى الوطنية والفصائل والطلبة بكل أطيافهم، احنا ما بنحكي عن فصيل معين، الجامعة يجب أن تكون منطلق لهذه الهبة. يعني القصد بكل صراحة، إذا كان التجمع داخل الجامعة فلتخرج المظاهرة من الجامعة إلى طول كرم، أوكي؟ لكن ما تدخل المظاهرات من طول كرم والمناطق المحيطة في الجامعة إلى داخل الجامعة لإطلاق الحجارة. أنا ما ببرر الاحتلال، لكن بناش إحنا نعطي الاحتلال المبرر لضرب الجامعة كما ضربوها في 2002 و2003 وكما حدثت في أواخر الثمانينات لما صارت جامعة خضوري معسكر. إحنا هذا مكتسب وطني. إحنا وظيفتنا كأهالي وكطلبي وكمعلمين و كافة شرائح المجتمع الحفاظ على مكتسباتنا واسترداد مكتسباتنا مش العكس. بكل تأكيد. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد جرار، أستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية، حدثنا هذا الصباح من طول كرم.